هي أيضا تعلن عبر شاشتها وعبر مذيعيها بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته. نعم، أيضا مصادرنا من داخل مصادر الحدث من داخل الجزائر تشير إلى أن بيانا سيعلن باسم الرئيس بعد قليل، وهذه المصادر هي تعود إلى التلفزيون الجزائري الرسمي. سيد أيضا وكالة الأنباء وكالة الأنباء أيضا وكالة الأنباء الجزائرية أيضا تعلن الاستقالة. إذا الرئيس بوتفليقة يخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بإنهاء عهدته. نعم، وكالة الأنباء الرسمية. إذا حينما تقول وكالة الأنباء الرسمية، الرئيس السابق عبد العزيز الرئيس السابق بوتفليقة، لحظة تاريخية نعيشها نجم. أنا وأنت على الهواء نعيش هذه اللحظات. الجزائر تعيشها على أعصابها أكيد. لأن وقت حاسم وقت حاسم جدا. إذا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري لعشرين عاما الآن في هذه اللحظة قدم استقالته قبل طبعا انتهاء ولايته بعد نحو 25 يوما. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته إذن كرئيس للجزائر، وهو ينهي بذلك أولا رئاسة طويلة جدا، لكنه ينهي جدلا هائلا ربما كاد بلحظات كثيرة أن يأخذ البلاد إلى نقاط صعبة، إلى مصير صعب. إلى الآن يبلغوني أيضا بأن التلفزيون الرسمي يعلن. نعم، إذن التلفزيون الرسمي الآن يعلن بأن الرئيس بوتفليقة يقدم استقالته وبأنه أخطر رسميا المجلس الدستوري بإنهاء عهدته، وكما قال زميلنا أحمد حرز الله وكالة الأنباء الرسمية ذكرت الخبر أيضا. وأعود وأشير بأننا بحسب مصادرنا فإن هناك بيانا حسب التلفزيون يعني حسب أوساط التلفزيون الرسمي بأن الرئيس بوتفليقة سيكون هناك بيان رسمي بعد قليل ربما يتحدث عن هذا الموضوع. سيد سمير بن العربي قاطعتك عدة مرات، لكن إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.